لا يتصور الناس ان الانسان اللي يعبد الله والقريب الى الله بس اللي يصلي وقاعد بالمحراب، لا، أأكد لك اذا طبل الشوك يحمل رحمة، يحمل انسانية، يحمل نظافة، يحمل مودة للناس، يحمل خير، يريد يقول ما اريد اخلي الشوق عاطلة، هذا بلدي وبلدي لازم اخلي اشواقه تشتغل، اوفر بي السلعة، نعم اوفر للناس حاجتهم، صدقني هاي عبادة من اعظم انواع العبادة، والله عز وجل يثيب عليها غاية الثواب. العلاقة مع الناس، التعاون على البر والتقوى، كلها بأجمعها عبادات، هذه وعبادات مقربة إلى الله تبارك، هاي العبادات الاجتماعية.